المهاجرين فغدره سكانه الأصليون، غزته أمريكا مرتين، نصف شعبه مستأجر، موطن ثان للجميع، ومع ذلك لن تدخله إلا بمزايا ومؤهلات العلماء. كندا، البلد المفقر والمهجور بدون العرب. لإعداد هذا الوثائقي اجتهدنا في تنويع مصادرنا لتكون في تقاطعها معلومات موثوقة، فلا تنسوا مشاركتنا آراءكم في التعليقات والاشتراك بالقناة. عبر التاريخ، عندما وصل المستكشفون الأوروبيون إلى شمال القارة الأمريكية ما بين عامي 1500 و1550، وجدوا فيها قبائل السكان الأصليين الموزعة على مختلف أجزاء الشمال الأمريكي. وتعيش هذه القبائل في مجتمعات لها عاداتها ولغاتها وحضارتها وطقوسها وطرقها الخاصة لكسب عيشها. تميزت سلوكياتهم بالوحشية تجاه القادمين الجدد، وعرفوا بالتنكيل بأي متسلل يحاول غزو أراضيهم. تشمل الشعوب الأصلية شعوب الأمم الأولى، ومنهم الهنود الحمر والإنويتية والأميتية. ومع تأسيس الاتحاد الكندي عام 1867، سنت كندا ما عرف بقانون الهنود الحمر، وشرعت الحكومة في انتهاج سياسة الإدماج الإجباري لأطفال القبائل في المجتمع المتحضر، فأنشأت العشرات من المدارس الداخلية التي كان يزج بصغار الشعوب الأصلية فيها بعد أخذهم عنوة من أهلهم، وبعضهم كان يتم اختطافه من قارعة الطريق. بإعلان الولايات المتحدة الحرب على بريطانيا عام 1812، لم يكن لدى الأمريكيين دفاع بحري قوي، لذلك قاموا بغزو كندا للوصول إلى الإمبراطورية البريطانية. ولم تنل كندا استقلالها الكامل عن بريطانيا حتى عام 1931. كانت الحرب العالمية الثانية حدثاً مهماً في تاريخ كندا، تحولت من جديد إلى بلد هادئ إلى عضو في أهم حدث في القرن العشرين. ساهمت في المجهود الحربي بإرسال جنود إلى أوروبا الغربية، كما أرسلت أعضاء عسكريين إلى ألمانيا للمساعدة في الحروب الجوية من عام 1935 إلى عام 1945. أكثر من مليون رجل وامرأة كنديين انضموا إلى القوات المسلحة، وأكثر من 43,000 شخص لم يعودوا إلى ديارهم. على الرغم من إراقة الدماء والمعارك، قدمت الحرب العالمية الثانية بعض الفوائد الدائمة لكندا، مثل زيادة دور المرأة في القوى العاملة ومنحها حق التصويت، تمهيد الطريق لحلف شمال الأطلسي. وعلى الرغم من أنها كادت تمزق البلاد، إلا أن الحرب وحدت الكنديين في قضية وطنية، وسجل التاريخ القوات المسلحة الكندية كواحدة من أنجح المساهمين في الجبهة الغربية. استمر ازدهار كندا أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، فأصبحت بلداً صناعياً ذا قوة صناعية، واستخرجت من باطن أراضيها أثمن المعادن. وفي الخمسينيات من القرن العشرين تحولت كندا من بلد زراعي إلى بلد صناعي ذي شأن. ولكن هل لك أن تتخيل دولة بها كل مقومات الرفاهية للعيش، ولكن ليس بها سكان، ليكون الحل استئجار المهاجرين؟ ماذا لو غادرها العرب؟ ماذا لو غادر العرب كندا اليوم؟ نتائج 140 عاماً من الهجرة قد تتحول إلى خراب. لفهم أهمية الحضور العربي هناك، دعونا نتدرج عبر الزمن. انقسمت الهجرة إلى أربعة موجات رئيسية، أولها كانت مع المسيحيين المشارقة. الموجة الثانية بدأت غداة نهاية الحرب العالمية الثانية، ومثل المصريون النسبة الأكبر لتزامنها مع أزمة قناة السويس. اندلاع الحرب اللبنانية عام 1990، وهزيمة الجيش العراقي عام 1991،
شكل الموجة الثالثة لهجرة العرب إلى كندا، وقدوم مهاجرين من لبنان والعراق وسوريا والأردن ومن الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة الكويت أنذاك. أما موجة الهجرة الرابعة والممتدة منذ عام 1992 وحتى الآن شهدت هجرة أعداد كبيرة من الجزائريين، تزامنت بدايتها مع اندلاع نزاع العشرية السوداء في الجزائر مع الفصائل الإسلامية المسلحة. ولأن المغاربيين في غالبيتهم الكبرى يتحدثون الفرنسية كلغة ثانية، فقد ساهم هذا العامل اللغوي في اختيارهم كباك المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية موطناً جديداً لهم. بمرور السنين أصبح استقطاب المهاجرين الخطة الأمثل للتعويض عن ارتفاع نسب شيخوخة السكان المحليين وانخفاض المواليد، وللحفاظ على كينونتها ووجودها سعت كندا إلى ضمان الوجود السكاني على أراضيها. ولعله من المهم الإشارة إلى أن كندا دقيقة في قبولها للوافدين، تتميز شروطها بقبول الكفاءات ممن لهم مستوى علمي محدد. وبفضل المهاجرين العرب اقتحمت كندا قائمة أقوى 10 دول اقتصادياً، حققت أعلى معدل نمو سكاني بين دول مجموعة السابعة. تدفق العرب كان العامل الرئيسي لتوفر اليد العاملة وإدارة القطاعات الحيوية وزيادة المشاريع المحلية والاستفادة من المهارات المعرفية. الخلفية العرقية والدينية والاختلافات الأخرى لم تمنع كندا من أن تمنح زائريها الشعور بكونها الموطن الثاني. وبالرغم من أن الشعب الكندي يصنف الأكثر سعادة، فإنه يشهد كذلك أكثر الوقائع المأساوية حدة. تتزايد أعداد السكان الأصليين الذين صاروا يقدمون على وضع حد لحياتهم، وتتزايد النسب بين الشباب المنتمين لقبائل الأمم الأولى لتكون هي الأعلى في العالم كله. وبدأ يشيع استخدام مصطلح الشعوب الأصلية من قبل حكومة كندا في عام 2015، ويتم كل عام الاحتفال باليوم الوطني للسكان الأصليين.